سابع يحمل في كشوفاته الجعدان، المهجنات، المحليات، الأصايل. ونتمنى التوفيق والسلامة للجميع المشاركين، ونقدم التهنئة والناموس لكل الأخوان الفائزين في هذا الصباح الجميل بالشوط الأول، شوط الحذرة، سالم بن سعيد بن منانه بن غدير. ونقدم التهنئة والناموس لسيد سالم بن سهيل بالشرقي العامري اللي فاز اليوم بالشوط الأول مهجنات. نقدم التهنئة سيف بن سهيل بن خيره العفاري بفوز ملول. ونقدم التهنئة والناموس لأحمد بن محمد بن قضيب العليلي على فوز باروت صاحب التوقيت الأفضل 9:47. ونقدم التهنئة لحمد بن عوض بن زيتون المهيري بفوز النهضة بالشوط الخامس. ونقدم التهنئة والناموس لأحمد بن سعيد بن منانة اللي شاركتنا بالشوط الماضي وسجلت حضور أحمد بن سعيد بن منانة على ظهر وشعار أحمد بن سعيد بن منانة. على فوز غلا. هكذا متابعين الكرام نرحب بهذا الشوط، نتقدم ونسير مع المركز الأول. هذا هو لان معزز محمد بن راشد بن تريس الظاهري يقدم لنا معزز بهذا الشوط وبهذه التحديات. نقلة مع المركز الثاني. المركز الثاني متواجد الآن، هذا هو الواعي محمد بن أحمد بن معيوف بالكدش العامري يتقدم الواعي مع المركز الثاني. المركز الثالث، الوصول مع المركز الثالث من قبل الصعب، محمد بن مبارك من صلهوم القبيسي. المركز الرابع، المركز الرابع هنا اللي قادم سياف حمد بن عوض بن علي بن عبيد المحرمي يقدم لنا بهذا الشوط اللي هو سياف. المركز الخامس، وصول مع المركز الخامس هناك الغدوم من قبل الآن اللي هو ثاير للسيد حربي بن محمد بن حربي العامري. المركز السادس، المركز السادس المختبر عيض بن صالح بن عيض بن سالم. المركز السابع، هذا هو الوسمي، الوسمي حمد بن محمد بن محمود البلوشي للسيد حمد بن أحمد بن محمود البلوشي. هذا المركز السابع. المركز الثامن هناك، المركز الثامن من قبل غازي محمد بن سويد بن قشمار المنصوري. المركز التاسع، المركز التاسع الآن اللي هو لان هذا سرب بدر بن محمد بن عبد الله بن بدر العامري. والمركز العاشر، المركز العاشر وصل فيه لان الواضح علي بن محمد بن سعيد آل سويدين. هذه النتيجة للعشرة المراكز المتقدمة الأولى، للعشرة النجوم الأولى الباحثة عن الفوز والباحثة عن الإنجاز من أرضية هذا الميدان، ميدان الساد لسباقات الهجنة العربية الأصيلة الذي يحتفل بهذه الشعارات، شعارات أبناء القبائل المشاركة بهذا الشوط. نتقدم بعد ما عدينا العشرة المراكز الأولى إلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام، الله 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 يا ثاير. هذا هو الذاير، هذا الذاير للسيد حربي بن محمد بن حربي العامري يقدم لنا الذاير مع مقدمة هذا الشوط، ويسيطر سيطرة كاملة وسيطرة فعالة. ولكن الغدوم يا سلام، التسلل من قبل الواعي، يا الواعي يا الواعي يا الواعي خلك واعي، والواعي بالفعل واعي. يقدم لنا الواعي سيد محمد بن احمد بن معيوف بالكدش العامري يقدم لنا الواعي. المركز الثاني المختبر عيض بن صالح بن عيض بن سالم يقدم لنا سلالة المختبر، سلالة معروفة ما شاء الله، سلالة المختبر. وصول مع المركز الثالث، وصل الآن شاهين
محمد بن صالح بن حطم العامري. يا سلام يا سلام يا سلام، هذا هو المطوع ابو محمد المطوع. يا سلام يا سلام، قدم لنا هذه النوعيه، نوعيه ممتازه شاهين. بدا بالعبور شاهين محمد بن صالح بن حطم العامري، وصل مع المركز الرابع. هذا هو معزز محمد بن رايد بن تريس الظاهري، يقدم لنا سلالة معزم. يا سلالة معزز ما شاء الله. المركز الخامس، هذا هو ابو حمد، واصل ابو حمد، قادم ابو حمد، يقدم لنا سياف لسيد حمد بن عوض بن علي بن عبيد المحرمي. يلا يا ابو عوض، يلا يا ابو عوض، خلك في الفورمة، ويقدم لنا سياف. المركز السادس، وصول مع المركز السادس الواضح، علي بن محمد بن سعيد آل سويدين مع المركز السادس. المركز السابع، المركز السابع الذاير حربي بن محمد بن حربي العامري. المركز الثامن، وصول من قبل اللي قادم بهذا الشوط. هذه بدأت الأسماء تظهر إلينا من المراكز الخلفية. رعد محمد بن سهيل بن خير العفاري، وصل رعد أيضا، وصل هناك متواجد غازي محمد بن سويد بن قشمان المنصوري مع المركز التاسع. والمركز العاشر، المركز العاشر اللي هو صعب، محمد بن مبارك بن صلوم القبيسي. عدينا العشرة المراكز المتقدم الأولى، ولكن نعود إلى مقدمة هذا الشوط. نعود مع بالحطم. الله يا بالحطم، الله يا بالحطم، يا محمد يا بن صالح يا بالحطم يا العامري، يقدم لنا سلالة شاهين. هذه السلالة المعروفة، سلالة لها صولات وجولات في ميادين السباق. وصدق الشاعر يوم يقول أم غيت السبق متواصل مرحل شاهين وعياله في مداهن ما يعطن حاصل. يا ابو محمد يوم عصال فروخ عياله يا بالحطم يا العامري، ولكن الجماعة قادمين، قادمين الجماعة بهذا الشوط. أول القادمين بهذا الشوط اللي هو رعد. يا سلام يا سلام، هذا الواضح وصل، وصل الواضح علي بن محمد بن سعيد آل سويدين، وصل بوسيف، وصل سعادة السهيل بن خيره العفاري. يا العفاري، هذا هو الآن وصل رعد، رعد محمد بن سهيل بن خيره العفاري مع المركز الثالث. والمركز الرابع، شاهين السيد حربي بن محمد بن حربي العامري. المركز الخامس رقم 11، هناك اللي هو اللي قادم الآن، هذا سعر للسيد بدر بن محمد بن عبد الله بن بدر العامري. نكتفي بهذا الغدر، نسير مع الأربعة المراكز الأولى، مع بن خير الشريفي، مع بن خير العفاري، مع بالحطم العامري، مع بن سويدين. الله 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 الله، هذا هو شاهين بدأ يغادر. وين شاهين؟ الألف ومئتين يا شباب، الألف ومئتين عن خط النهاية. بالحطم يا بالحطم يا بالحطم، يقدم شاهين. هذا هو شاهين محمد بن صالح بالحطم العامري، يتقدم، يتقدم بهذه العروض بلا أوامر بلا تعليمات. ولكن أشوفني الغدوم من قبل، من قبل الذاير، الذاير يا الذاير يا حربي يا حربي، بدأ بالمحارب. حربي بن محمد بن حربي العامري يقدم الذاير وعصاف بطانة، ما قال له شيء، ما قال له شيء ابو محمد، ما قال له شيء. والمركز الثالث عندك يا راعي، المركز الثالث يلا واضح، علي بن محمد، علي بن محمد اسويدين، ولكن خلاص بنسير هني عند بالحطب عند المطوع. يا سلام يا سلام، هذا هو شاهين، يتقدم يتقدم شاهين بلا اوامر على حد الان، بلا اوامر بلا تعليمات. روح روح يا بالحطب، اضرب بالله لروح، ما باقي الا القليل. واشوف هني، اشوف القدوم من قبل، من قبل الذاير يا حربي يا حربي يا حربي. يا سلام يا سلام يا سلام، الذاير يا الذاير للسيد حربي بن محمد الحربي العمري. يا سلام، عيال الشيبة يتنافسون، يتنافسون عيال الشيبة على مقدمة الشوط، ولكن خلاص راح بالحطم، راح شاهين، راح قفل على الشوط، قفل قفل على الشوط شاهين. سقل دارك يا سلالة الشاهينية، هذا السلالة الشاهينية اللي ما طاع يسلم، ما طاع يسلم. وحدة السلام يلا بالحطب،
الى بن حطم والسلام المصانع الجنوبيه هناك الوقدن الوقدن شاهين محمد بن صالح بن حطم العامري هذيله ما فيها محيله. هذا القطاع الجنوبي ما فيها محيله بالانتاج وبالمشتريات. تهانينا والف مبروك محمد بن صالح بن حطم العامري يصل الى خط النهايه معلن الفوز والناموس المركز الثاني للسيد محمد عبد الله بن بدر العامري المركز الثالث 13. المركز الثالث للسيد سالم بن سعيد بن منال المركز الرابع 18. للسيد علي بن محمد بن سعيد اسودي الخامس بن حربي حربي بن محمد بن حربي العامري. التوقيت الزمني 10 دقائق 3 ثواني. سجل معانا شاهين محمد بن صالح بن حرب بن حطم العامري. شكرا يا بن حطم، تهانينا والف مبروك.